هذا وتفتح جائزة سمو رئيس الوزراء للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي آفاقا رحبة للتميز والإبداع والابتكار أمام الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، وتقدم دعما معنويا كبيرا لجميع العاملين في الكادر الصحي. يعني اليوم أنا ما أقدر أوصف أي كثر أنا مستانس، زين، لما يجيك تقدير يعني من أعلى الهرم في البحرين، يعني سمو رئيس الوزراء الله يحفظه الشيخ خليفة، الأمير خليفة الله يحفظه، يعني هذا التكريم أنه يحين جائزة للطبيب البحريني، خاصة في هذا الوضع المقلق واللي في جائحة الكوفيد أو الكورونا، يطلع في يترأس الحكومة ويقول أن أنا أبى أكرم الطبيب البحريني والأطباء البحرينيين كف، ودائما هم بيكونون عند العهد إن شاء الله. يعني هذا التقدير خلاني أنا واجد أكون مستانس، يعني أحسه يلامس كل الأطباء من غير مبالغة فعلا. أنا يعني حتى لما شفت هذا قلت أنا لازم أقدم، لأن هذا التقدير الصراحة تاج على رأسنا، ولازم نبين للناس ونبين للمجتمع أن ترى في أطباء وفي كوادر تقدر تقوم بالأعمال مع الضغوط هذه اللي موجودة. فيعني شكرا، شكرا لحكومتنا الرشيدة، وشكرا لسمو رئيس الوزراء على هذه اللفتة الكريمة. طبعا بداية في واقع الأمر هو ليس بمستبعد على الحكومة الرشيدة وعلى صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الإشادة والاهتمام بالكوادر البحرينية البشرية، ولا سيما الأطباء المتميزين منهم، اللي طبعا أثبتوا من زمان وأثبتوا خلال فترة كورونا والأيام الجاية بإذن الله أن أهما يقدمون أعلى مستويات المستويات الطبية على مستوى مملكة البحرين، وهذه إشارة المقيمين وحتى الزائرين إلى المملكة برقي تقديم الخدمات الطبية عندنا. طبعا الجائزة هي فخر حق كل بحريني ينتمي على أرض هاي المملكة، هو فخر لنا إحنا أن تقديرا حق جهودنا، وأيضا متلازمة مع خطط التنمية المستدامة حق مملكة البحرين. طبعا الفئة الأولى من الجائزة تعتبر حق البحوث العلمية والسريرية، مثل ما نعرف أن هذه بتكون أول سنة الواحد يقدر يقدم عليها، في عدد معين من الشروط اللي لازم الواحد يستوفاها عشان يقدم الجائزة. ومثل ما تعرف أن البحرين ولادة حق هاي البحوث العلمية، في عدد كبير من الأطباء اوريدي جاهزين عندهم بحوثهم اللي قدموها عالميا، وهم يستوفون الشروط ان يقدمون حق هذه الجائزة وان شاء الله تكون من نصيبهم. ولكن في ناس اللي توهم بيبدون الريسيرش او ان ما استوفوا الشروط، يعطيهم مجال ان هم يشتغلون على نفسهم ويقدمون في السنوات القادمة عشان ان هم يحصلون هذه الجائزة.